الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعونا فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعين أمس ولاة وعمالا جدد بالإدارتين الترابية والمركزية والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ويستقبل جلالته عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم. الأمين العام للأمم المتحدة يحيل تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء القضية الوطنية. تنطلق مساء اليوم منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم بإجراء مواجهتين، الرجاء البيضاوي أمام شباب الريف الحسيني، فيما تستضيف نهضة بركان فريق مرورية وشحة. مستهل النشرة بالأنشطة الملكية، حيث عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالرباط ولاة وعمالا جدد بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. التفاصيل. عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط واليين بالإدارة الترابية بكل من جهة مراكش آسفي وجهة بن ملال خنفرة، وواليين بالإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بالوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووالي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما عين جلالة الملك حفظه الله عددا من العمال بالإدارة الترابية وبالإدارة المركزية. كما عين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. وقد أدى العمال المعينون الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والحاجب الملكي. ولملكي ولوطني. إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم، سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. يتعلق الأمر بكل من سفراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الكونغو والجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وجمهورية الدومينيك وفيدرالية روسيا وجمهورية كوريا وجمهورية السنغال. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والحاجب الملكي. في ملف وحدتنا الترابية، حال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يفرض حيزا مهما لمقتطفات من خطاب جلالة الملك نصره الله الموجه إلى الأمة في 6 نوفمبر 2017 بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المضفرة. وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المحالة على الجمعية العامة بثوابت الموقف المغربي إزاء القضية الوطنية. تقرير أمنة سليماني.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المحال على الجمعية العامة أشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد أن المغرب يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية التي أرادها الأمين العام الأممي وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي. هذا الالتزام كما قال جلالة الملك في خطابه السامي وجاء أيضا في تقرير الأمين العام يرتكز على ثوابت المملكة فيما يتعلق بالقضية الوطنية، خاصة رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. التقرير شدد أيضا على ضرورة احترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية ورفض أي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة. تقرير الأمين العام أبرز من جهة أخرى التزامات المغرب في مجال مواصلة التنمية السوسيو-اقتصادية بأقاليمه الجنوبية وجعلها صلة وصل بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوبا، كما أكد على ذلك جلالة الملك. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبرز كذلك الهدوء السائد في الصحراء المغربية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، منوها بجهود المغرب ودعمه للمبعوثه الشخصي. نفس التقرير توقف أيضا عند القرار الذي تبناه مجلس الأمن في أبريل الأخير والذي شددت عبره الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على ضرورة إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ومستدام. وللإشارة فإن مجلس الأمن جدد التأكيد في قرار أبريل الأخير على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للمسار السياسي، مطالبا الجزائر بتقديم مساهمة هامة في العملية السياسية. كما أوضح الأمين العام ضرورة الإقبار النهائي للمخططات السابقة المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق. نفتح صفحة الأنباء الدولية بالملف الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، وهو الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون بمثابة ابتزاز سياسي وخطوة معادية للسلام. سكن عليتم. قرار أمريكي استفزازي آخر تجاه الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من ويلات الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين بدارعة أن هذه الأموال ستخصص لمشروعات أخرى. الفلسطينيون تلقوا الخبر باستياء كبير واتهموا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لا يخضع للترهيب والإكراه والرضوخ، ومعتبرين أن واشنطن بهذا القرار تحاول ممارسة كل أنواع الاستفزاز تجاه السلطة الفلسطينية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت يناير الماضي أنها ستحجب ملايين الدولارات كانت تعتزم إرسالها لوكالة الأونروا التي تمول بشكل شبه كامل من المساهمات التطوعية من دول الأمم المتحدة، وتشكل الولايات المتحدة أكبر مساهم. وعلى الأرض أصيب 189 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات الفلسطينيين في جمعة أخرى من مسيرات العودة، المسيرات التي يؤكد الفلسطينيون على مواصلتها مشيدين بكل جهود الدول والهيئات التي تسعى إلى كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. في أزمة الهجرة السرية أعلنت إيطاليا أنها ستخوض مواجهة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد، إذ أكدت عزمها خفض مساهمة روما في ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في بروكسل حول مصير المهاجرين الذين لا يزالون عالقين منذ أكثر من أسبوع على سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي في مرفأ كاتانيا بصقلية. نظم الآلاف من الروهينجا مسيرات في المخيمات التي يقيمون فيها، وذلك للمطالبة بالعدالة من الأمم المتحدة في الذكرى الأولى لشن الجيش البرمي حملة أجبرت عشرات الآلاف منهم على الفرار واللجوء إلى بنغلاديش المجاورة. نجت هاواي من التعرض المباشر لإعصار قوي مع تراجع قوة الإعصار لين سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه في سيول جارفة في جزيرة بيك أيلاند وتهديده جزيرتي واها وماوي بأمطار غزيرة.
نتوقف في المجال الرياضي، حيث تنطلق مساء هذا اليوم منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بإجراء الدورة الأولى بمواجهتين الرجاء البيضاوي أمام شباب الريف الحسيمي، فيما تستضيف نهضة بركان فريق مولودية وجدة. ابتسام أدريس. مولودية وجدة العائد إلى قسم الكبار يقص شريط بداية البطولة الاحترافية في كرة القدم بدرب الشرق يجمعه بمضيفه نهضة بركان. بخصوص سوق الانتقالات، تعاقدات بسيطة وقع عليها الفريق الذي احتفظ بغالبية الأسماء التي حققت الصعود. عزيز كركاش ابن الدار بقي مدربا لسندباد الشرق بعد أن أخذ بيده نحو قسم الصفوة. منافس الوجديين في الدورة الأولى فريق نهضة بركان وتحت قيادة المدرب منير الجعواني. 5 دورات رفقة الكبار، ونهضة بركان يبحث عن بيئة عمل صحية للمنافسة والاقتراب من عرش الزعامة. بات مرتاحا ماديا بعد صفقة أيوب الكعبي مع الصين، وفي سوق الانتقالات فضل سياسة التقشف واعتمد على التركيبة البشرية نفسها التي باتت تعرف بعضها جيدا. لكن خروج الكعبي أجبر مسؤولي الفريق على التعاقد مع هداف، فوقعوا للبوركينابي لاعب الوسط ألان تراوري ثم المهاجم الموزمبيقي عمر شليتو. مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة، من يتسيد المنطقة الشرقية؟ مباراة ثانية لا تخلو من الإثارة والتشويق، شباب الريف الحسيمي في ضيافة الرجاء البيضاوي. الأخير تنتظره تحديات كبيرة لمصالحة جماهيره بلقب غاب الحديث عنه خلال الدورة الأخيرة، وتخبطه في أزمات إدارية ومادية بات في حاجة معها إلى رجال يختلفون فيما بينهم لكن لا يختلفون عليه. لن يكون طريق الرجاء معبدا بالورود، والتخلص من الطاقة السلبية رهين بإعادة بناء الثقة بين الرجاء وجماهيره. فرهان البطولة وكأس العرش وكأس الكاف وكأس العرب بات بحاجة إلى تدبير عقلاني للمرحلة المقبلة. أما بخصوص شباب الريف الحسيمي فالأمور ليست على أفضل حال، أزمته الإدارية والمالية ما زالت تثقل كاهل الفريق والموسم لم ينطلق بعد. وعلى العموم فهما مواجهتان افتتاحيتان لن نرفع معهما سقف التكهنات ولن تكون مقياسا للحكم على مدى جاهزية الفرق. وللحديث عن الموسم الجديد لمنافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم ينضم إلينا مباشرة سيد عادل التويجر، عضو العصبة الاحترافية لكرة القدم المكلف بتأهيل البنيات التحتية. سيد تويجر، ما هي أبرز مميزات منافسات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم في موسمها الرابع الاحترافي؟ نعم طبعا، ما علينا إلا أن نكون فخورين بالعمل الذي تقوم به العصبة الاحترافية في موسمها الرابع. فبعد مواكبة الأندية وتتبع الأندية الوطنية من أجل أنها تستجيب لدفتر التحملات والشروط، لا من الناحية الإدارية ولا القانونية ولا الرياضية ولا البنية التحتية، واستجابتها لهذه الشروط نكون قد حققنا واحد القفزة نوعية في تاريخ كرة القدم الوطنية بشهادة جميع المتتبعين والمهتمين وكذلك المتداخلين في الشأن الرياضي، نظرا للسمعة الطيبة التي أصبحت تحظى بها جل الأندية الوطنية على الصعيد الإفريقي وكذلك الصعيد العربي. وأصبحت الأندية الوطنية لا تقتصر على المشاركة في المنافسات الإفريقية بل أصبحت تتوج بالألقاب، وخير دليل هو أنه فريق الفتح الرباطي لعب نهاية ديال كأس الاتحاد العربي، وكذلك فريق الوداد البيضاوي فاز بكأس العطبة وكذلك كأس السوبر الإفريقي. وكل هذا يأتي لمواكبة هذه الأندية، وكان آخر دورية اللي يرسلها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أساس أنه الفرق الوطنية خصها تعقد الجمعة العامة ديالها قبل تاريخ 15 غشت باش أنها تصادق على ملائمة القوانين الأساسية للأندية بالقانون التربية البدنية 30-09 والموافقة على إحداث الشركة الرياضية اللي غادي يعطي واحد القفزة نوعية
لكرة القدم الوطنية التي ستصبح بإذن الله تضاهي الفرق العالمية أو البطولات العالمية باحتلالها اليوم واحد المكانة مشرفة لا على الصعيد الإفريقي ولا على الصعيد العربي. ومن المميزات ديال البطولة الاحترافية في هذا الموسم الرابع هو العودة ديال الفريق المولودية الوجدية الى 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 حاضرة القسم الاول، وبذلك تيوليو عندنا خمسة ديال الفروق في الشمال الشرقي ممتلة بخمسة ديال المدن، وهذا الشيء كيزيد الا انه يعطي واحد الطابع ديال التشويق وواحد الطابع ديال الاثاره. وكذلك العوده ديال الفريق يوسفيه برشيد الى في اول مره الصعود ديالو في التاريخ ديالو للقسم الوطني الاول الاحترافي. سيد عادل تويجر عضو العصبه الاحترافيه لكره القدم المكلف بتاهيل البنيات التحتيه، لك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشره من سلا. وجهتنا الآن شاطئ تمارا، مكان مفضل للأسر للترويح عن النفس والاستمتاع بأجواء الاصطياف. انشغال الأسر بأجواء عيد الأضحى لم يمنعهم من التوجه إلى الشاطئ وقضاء أوقات ممتعة في جنباته. روبورتاج سعيد ريما وياسر المرافق. شاطئ تمارا صباح اليوم، موج هادئ ورمال ذهبية تغري بحمام الشمس. الشاطئ يقصده المصطافون للاستمتاع بنسائم البحر المنعشة والتخلص من حر الصيف. جيت انا وماما وخوتي لابلاص زوين، كنقول الناس يجيو لابلاص شاوز من ديال التماره، وكنقول الناس يحافظوا على النظافه ديال البحر، يجدوا الازبال ويرميهم في القمامه. البلاج ديال التماره الصراحه كان زوين، لابلاج كان صافي، وجينا لي مع سعود كله كيكون كامل نظيف. كما كتشوفوا رجعت الاجواء كيف ما كانت في الصيف. لابلاج كما كتشوفوا لابلاج ديال التماره اللي كتعتبر من احسن البلاجات في المغرب. تحت أنظار الأعين اليقظة للآباء يسبح الصغار بطمأنينة بين فسحة على القوارب وتعلم السباحة، تتعدد المتع على الشاطئ. الجو زوين والماء صافي والماء بيض ساهل، ماشي بحر واعر ولا شي حاجة. احنا عيدنا العائلة وجينا للبحر، جينا نتفوجوا شوية هنايا. لا بلاج ما بيش مزيان، نقص شويه ديال المرافق بحال المراحيض والدوشات القديم، غير هادشي راه الباجره مزيان. شاطئ تماره تقصده ساكنه الرباط لقربه من العاصمه، تتوافد عليه العائلات للاستمتاع بمياهه الاطلسيه النقيه ورماله الذهبيه. على الشريط الساحلي بالرباط تمتد شطآن تمتاز بجمالها الطبيعي، شاطئ تماره احدها. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعين أمس ولاة وعمال جدد بالإدارتين الترابية والمركزية والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ويستقبل جلالته عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم. الأمين العام للأمم المتحدة يحيل تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء القضية الوطنية. تنطلق مساء اليوم منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم بإجراء مواجهتين الرجاء البيضاوي أمام شباب الريف الحسيني، فيما تستضيف نهضة بركان فريق مولودية وجدة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.